الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، ورشتنا اليوم هي ذات طبيعة تعبيرية ابتكارية تخص إنجاز أكسسوار لتزيين الفضاءات الداخلية، وذلك بإعادة استعمال مجموعة من الخامات والمواد الطبيعية المتواجدة بالمحيط. الآن سوف نمر إلى التعريف بالأدوات التي سوف نحتاجها خلال هذه الورشة. سوف نحتاج إلى لاصق السيليكون، ماء، سوف نحتاج السباغة أسود، ثم السباغة بيضاء، اللون الأزرق، اللون الأحمر، ثم اللون الأصفر. سوف نحتاج إلى فراشي مختلفة الأحجام، وكذلك إلى سكين بالفرنسية سباتيل، ثم إلى قاطع، مقص، قلم الرصاص. سوف نحتاج خلال هذه الورشة إلى إطار خشبي مصنوع من الخشب، بعض الأغصان والأعشاب المتواجدة في الطبيعة. سوف نحتاج إلى ورق مقوى، ورق اليوميات مثلا، سوف نقوم بصباغته باللون الأبيض. نحتاج إلى أنسوخ، نحتاج أشكال الحيوانات نقوم بطبعها أو رسمها إن أمكن. الآن سوف نمر إلى إنجاز العمل. على بركة الله نبدأ في صباغة الإطار الخشبي. نأخذ صباغة مائية لون أسود، ثم فرشاة الرسم، ونبدأ في صباغة الإطار يعني الطريقة. على فكرة قياس الإطار الخشبي هو 30 سنتيمتر على 30. نقوم بصباغة كل جوانب الإطار، الواجهة الأمامية ثم الواجهة الداخلية. هذا الإطار هو الدعامة الأساسية لهذه الورشة. نقوم بصباغة الإطار كامله دون ترك أي فراغ. بالنسبة لون الصباغة رقم الاختيار، بالنسبة لي اخترت اللون الأسود. ممكن صباغة الإطار باللون الأبيض أو أي لون تفضلونه. ايضا بالنسبه للصباغه يمكن استعمال صباغه مائيه، كما يمكن تعويضها بصباغه زيتيه او صباغه قنينه الرشاشه البخار.
الآن انتهينا من صبغة الإطار، نترك الإطار جانبا حتى يجف. مثل سبق أن حضرت إطارا. الآن سوف نمر إلى تحضير الخلفية التي سنشتغل عليها. نقوم برسم منظر طبيعي على الورق المقوى. بداية نأخذ اللون الصبغة البيضاء، الفرشات نحط بها صبغة في الماء، ثم نقلب الماء البيض. نأخذ قليل من الصبغة، إن الصباغة مائية يتطلب من الأمر سرعة أكثر. نضيف اللون الأزرق، أبيض تنقسم على تدرج. زيادة اللون الأزرق، بهذه الطريقة. ثم نقوم بإزالة الصبغة من الفرشاة. كي نحصل على تدرج اللون الأزرق من القاتم إلى الفاتح هكذا. الآن سوف نقوم بخلط أو الحصول على اللون البني في القاتم باستعمال قليل من الأزرق والأحمر، ثم القليل من اللون الأصفر حتى نحصل على اللون القاتم قريب من اللون البني. نقوم برسم الجبال بطريقة تلقائية. نقوم بزيادة الصبغة، استبدال الفرشاة بالفرشاة بدون، ثم نقوم بزيادة العملية حتى نحصل على تدرج الجبال من القاتم. نأخذ الأبيض، نقوم بهذه الطريقة. الآن سوف نستخدم السكين السباتيل في رسم
الضيف والضوء على الجبل، سوف نختار الجهة اليسرى منبع الضوء، ثم الجهة اليمنى سوف تكون الضيف، يعني أن الجبل سوف نقسمه إلى قسمين، قسم يكون فيه الضوء بهذه الطريقة، تدرج مثلا بهذه الطريقة، هذا السكين السباتيل يعطينا رسم قريب من الواقع. بهذه الطريقة ببطء نمرر السكين على اللوحة فيعطينا أشكال صباغة تبدو من بعيد كتبوش على الجبال هكذا. نقوم بخلط لون قاتم قاتم، نضع القليل في الجهة المظلمة هكذا. على فكرة يمكن تعويض هذا السكين بقطعة من البلاستيك، قطعة من القنينة، بلاستيك القنينات الغازية مثلا، نأخذ القطعة ونعمل بنفس الطريقة، نمرره على الجبل فيعطينا جبال تكون بهذه الطريقة. الآن سوف نمر إلى رسم بعض الأشجار أو النباتات، نأخذ فرشاة ثم نقوم بالحصول على اللون الأخضر، لذلك في خلط اللون الأزرق مع اللون الأصفر، ونقوم بهذه الطريقة نقوم برسم بعض نباتات أو غطاء نباتي، لأن هذه اللوحة ستكون كخلفية للعمل، سوف لا نركز على التفاصيل بل نقوم بوضع أشياء تعطي جمالية للعمل النهائي بهذه الطريقة. هذه هي النتيجة المحصل عليها. قبل الشروع في رسم هذه اللوحة قمت بوضع لصاق سكوتش في جوانب اللوحة حتى يتمكن الإطار من تثبيت ورق مقوى على الإطار. أنتم في منازلكم سوف تقومون بتحضير اللوحة وتتركونها حتى تجف، بعدها سوف تثبتونها على الإطار، سيكون الأمر سهل. الآن سوف أزيل اللصاق في منازلكم. لا داعي لاستعمال اللصاق، يمكن أن تقوم برسم اللوحة بكاملها وتتركونها حتى تجف. نأخذ لصاق السيليكون ثم نضع القليل منه في جوانب اللوحة نأخذ إطار ثم نقوم بالضغط قليلا حتى
بهذه الطريقة. الآن سوف نذهب إلى تركيب الغصينات التي قمنا بجمعها. وبعض الأعشاب النباتية سوف نقوم بتركيبها على الإطار. نقوم بتنظيفها. نقوم بإزالة السباغة. نقوم بإلصاق وضع قليل من لصاق السيليكون لحافة الغصن ونقوم بإلصاقه بهذه الطريقة، ثم نقوم بتثبيته في الأعلى. نختار غصن آخر يمكن الأغصان أن نقوم بصباغتها كما يمكن أن نقوم بوضع الملمع خشب فيرني. أنا تركت على طبيعتها ليكون العمل أكثر واقعية. ننظف العمل قليلا. الآن سوف نذهب إلى الأعشاب. قد قمت بجمع بهذه الطريقة تسبكا نباتات واقعية. سوف أقوم بإلصاقها أو بوضعها في مكانها المناسب. سوف نحاول أن نخلق نوعا من التوازن داخل الإطار. الأماكن الفارغة سوف نملأها بهذه الآن انتهيت من تركيب الأغصان والأعشاب الباتية بهذه الطريقة. أحصل على العمل. الآن سوف نذهب إلى المرحلة الثانية من العمل. سوف نقوم باختيار بهذه الطريقة. نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من إنجاز العمل، يعني إطار والخلفية ثم تركيب الأغصان والأعشاب النباتية. الآن سوف نذهب إلى تحضير أشكال الحيوانات المراد استعمالها في هذا العمل. بالنسبة لي قمت بطباعة مجموعة من الصور بأشكال حيوانات. سوف أختار البعض منها. سوف أختار مثلا الغزال. نأخذ قطعة من الفستق
قلم الرصاص ونقوم بنسخ شكل الحيوان الذي نريد رسمه. في هذه المرحلة نقوم برسم الشكل بدقة، التركيز على التفاصيل. نقوم بنسخ بهذه الطريقة، ثم نأخذ ورقة مقوى ونقوم بإعادة رسمها الورقة. نقوم بقلب المنسوخ ثم الرسم فوقه. هكذا نكون قد قمنا برسم الشكل الحيوان الذي اخترناه. بعدها ننظر إلى عملية تقطيع الشكل بواسطة المقص أو قاطع. سوف أختار المقص، سوف أقوم بتقطيع الشكل بالغزال. هكذا حتى ننتهي من تقطيع الشكل بكامله. بالنسبة لي قد قمت بتحضير مجموعة من الأشكال مسبقا وقمت بصباغتها باللون الأسود. هذه الأشكال باستغلال الوقت سوف نذهب أو نمر إلى تركيبها على الإطار الذي أنجزناه سابقا. نأخذ الشكل من الأشكال التي اخترناها ثم نضع لصاق سيليكون أو أي لصاق آخر ونقوم بتثبيت الشكل في المكان المناسب مع مراعاة المساحة التي نشتغل عليها. نذهب إلى المدرسة الشكل الثاني. المدرسة ستكون بهذا. نكون قد أنهينا العمل في هذه الورشة. كما تلاحظون يمكن تغيير
العمل بأشكال أخرى مختلفة، مثلا كما نلاحظ في هذا العمل أخذنا مشهدا من المشاهد التي توجد في الطبيعة، غصن شجرة فيه بعض السناجين، يمكن أيضا نقوم بهذا العمل بالأغصان، استبدلنا السناجب أو الحيوانات بالطيور مثلا، ثم أضفنا بعض الأشياء مثلا المصابيح لكي يعطي العمل جمالية أكثر خصوصا في الليل، ثم سلسلة لتثبيت العمل في الحائط مثلا أو في بيوتنا الجدران. بهذا العمل أو هذه الأعمال أكون قد أنهيت ورشتي، أتمنى أن تنال إعجابكم وأن تجربوها في بيوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.